بودكاست جحا سيعود إليكم بأجمل القصص الجديدة خلال شهر رمضان المبارك. إلى حينه ننشر لكم حلقات من الأرشيف قد تكون فاتتكم. أتمنى لكم حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك أينما تستمعون لنا كي يصلكم كل جديد. أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، سرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت، علي إكمال قصة لقائي الأول مع جحا. وماذا حصل بعد أن خطفني لص وقام شريكه بخداع جحا؟ قام اللص يزن بسرد كذبة عجيبة لجحا عن تحوله إلى حمار بعد أن دعت أمه عليه. ويا ليتها دعت، وكنت متأكداً أن جحا لن يصدقه. ولكن عندما أنهى يزن قصته الشنيعة بالتفسير أنه عاد إلى إنسان بعد أن اشتراه رجل طيب مثل جحا، أجابه الأحمق: يا لها من قصة عجيبة، اذهب يا ابني فأنت حر طليق، اطلب من أمك وأخيك العفو عنك، والأهم من ذلك أن لا تعود إلى أساليبك السيئة السابقة. فكملت الحيلة، وشكر يزن جحا وقبل يديه وأخذ يركض، ثم عاد مسرعا لأخيه فرحا بنجاحه في خدعته. شكرا شكرا يا سيدي، شكرا شكرا. ولكن كان يجب علي أن لا أشك بجحا، فالحقيقة أنه لم تنطلي هذه الحيلة عليه أبدا. فبعد أن ترك يزن ليذهب، لحقه ليراقب ماذا يفعل. في ذلك الوقت كان أخوه الذي اسمه غازي قد باعني لسيدة تملك متجرا لبيع الورد في السوق. حاولت أن أشرح لها أنهما لصان بخادعان، لكنها لم تفهم لغة الحمير، فظللت أنهق بصوت عال وهي تحاول أن تسكتني. وأما جحا فلحق اللص يزن عائدا إلى السوق وراقبه عن بعد، حتى رآه يعد ربح البيع مع أخيه، والإثنان يخرجان من السوق يضحكان ظنين أنهما خدعاه. أراد جحا لحقهما، ولكن في تلك اللحظة سمع صوتي وأنا أصيح في السوق، ورأى مجموعة من الناس ملتفين حولي، فأسرع إلي ليهدئني، ثم بدأ يتكلم مع صاحبة المتجر ليشرح لها ما حدث. مرحبا سيدتي، يبدو أنك تواجهين مشكلة مع حماري شلهوب. حمارك؟ أظن أنك مخطئ، فهذا حماري واشتريته بنقودي. دعيني أحسر، لقد اشتريته اليوم للتو من شاب ذي شعر داكن ولحية، أليس كذلك؟ كيف عرفت؟ نعم بالفعل لقد اشتريته منه منذ قليل. الحمد لله أنك وجدتني يا جحا وأنقذتني، فقد كانت بناتها الصغيرات يضعن وردا على رأسي، والأسوأ من ذلك قد سموني زعتر. فأخبر جحا السيدة كل ما حدث له مع الشابين وكيف حاولا سرقتي وبيعي لها. هزت رأسها السيدة بخيبة أمل ثم قالت: آخ، لن يتعلم هذان الولدان المخادعان. عرفت هذين الشابين غازي ويزن منذ أن كانا أطفالا، فهما أبناء سيدة أعرفها، وكم حاولت أمهما نصحهما وإرشادهما للطريق السليم،
ولكن دائما باءت محاولتها بالفشل. ظننت لأول مرة أنه ما عقلا وبدأ بالتجارة وكسب الرزق الحلال، ولكن يبدو أنهما ما زالا محتالين كالعادة. كم بدت هذه السيدة الطيبة غاضبة من الأخوين يزن وغازي الغبيين. سأكلم والدتهما عما فعلاه بك اليوم. لقد دفعت 20 درهما لهذا الحمار. يا سيدتي يا سيدتي، إن سمحتي أيمكنني طلب شيء منك؟ إن أعدت لي شلهوب الآن وتركت الأمر لي، سألقن الشابين درسا يعدل من أسلوب حياتهما المخادع هذا، وبعدها سأعيد لك نقودك بأكملها، وإن لم يكن فيمكنك استرجاع شلهوب. حسنا يا سيدي، خذ حمارك وسأنتظرك. 20 درهما فقط؟ الآن سأنتقم منهما أشد انتقام. فأخذنا عنوان منزل للصين من السيدة وذهبنا لهما مسرعين. وصلنا لمنزلهما واختبأنا خلف خم الدجاج في حديقتهما للمراقبة. فكان يزن الذي انتحل شخصيتي مستلقيا ونائما على أرجوحة في الحديقة، واضعا قبعته على وجهه حماية من الشمس. ففكر جحا مليا حتى جاءته الفكرة المثالية للانتقام. فأخذ جحا بعضا من القش ووضعه بالقرب من يزن، ثم أخذ عيدان كبريت وأشعل النار بالقش، ثم ركض جحا باتجاهي واختبأ وصاح مناديا: حريق حريق! قفز يزن من نومه فزعا وطارت قبعته بعيدا عنه، وعندما رأى النار مشتعلة صار يصرخ: حريق حريق! ذهب إلى المنزل مسرعا ليحضر دلاء من الماء لكي يطفئ النار. وهنا تلفت جحا إلي بحماس وقال: شلهوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك، هذا مهم جدا. تأهبت وانتظرت التوجيهات بتركيز. أريدك أن تجلس مكان يزن وتنتحل شخصيته، هل تستطيع فعل ذلك؟ يا لك من ماكر يا جحا، يبدو أنني فعلا سأستمتع في مغامراتي معك. ذهبت مسرعا إلى الأرجوحة ووضع جحا قبعة يزن التي طارت من رأسه على وجهي، ووقف جحا بجانبي وهو يتحدث بلغة غير مفهومة وكأنه يلقي سحرا ليتحول يزن إلى حمار. في ذلك الوقت صياح يزن جعل غازي الذي كان في حقل قريب من البيت يرجع راكضا ليعرف ما حصل. وعندها رأى النار تشتعل وبدأ يدوس عليها ليطفئها. وهنا الصدمة التي باتت على وجهه تقدر بأطناب من الذهب، وليس 20 درهما أيها الأوغاد. فإنه نظر إلي وإلى قبعة يزن بدهشة وسأل جحا: ما هذا؟ أين أخي يزن؟ ها هو، ألم تعرف أخاك؟ حدق بي غازي مرة أخرى ثم قال: هذا ليس أخي، هذا حمار. لا، إنه أخوك يزن، فبعدما اكتشفت ما فعلتموه بي سألت عنكم الناس بالسوق حتى دلوني لمنزلكم، وما لم تعرفوه عني هو أنني مشعوذ، وتعلمت أسرار السحر من خلال رحلاتي إلى بلاد الشر، فحتى أجعل قصة أخيك التي كذبها علي حقيقة ألقيت عليه سحرا ليتحول إلى حمار. تفضل اسأله بنفسك. وتلحلح غازي ولم يدري ماذا يفعل، فاقترب مني وسألني بتردد: هل أنت يزن؟ هل أنا أخوك غازي؟
فتبدلت معالم الشك عند غازي إلى الهلع، وحتى أكمل المسرحية وكلمسة أخيرة وقفت وبدأت بالبكاء بصوت عالٍ. رأيت جحا يحاول مقاومة الرغبة في الضحك، فعلمت أن حركتي أعجبته وأثرت على غازي أيضاً، فهو بدأ بالبكاء وهو يصيح: أخي ماذا فعلت؟ أرجع أخي إنساناً. لا، لن أفعل ذلك. رجاء، أعدك أن لا نسرق مرة أخرى، أليس كذلك يا يزن؟ يا لتمثيلي، لا شك بأنني كنت ممثلاً مشهوراً في حياة أخرى. حسناً، ولكن لدي شرطاً آخر، أريد المال الذي أخذته من السيدة. قام غازي وبسرعة مد يده في جيبه وأعطى جحا 20 درهماً، وبدأ جحا يمثل أنه يلقي تعويذة ليزيل عني اللعنة. وفي تلك اللحظة وإذا يزن يخرج من البيت ومعه دلاء بها ماء. أين النار؟ نظر يزن من حوله ولم يعرف ما الذي حصل، ثم نظر إلي أنا وجحا وقال لأخيه المصدوم: ماذا يحصل هنا؟ أليس هذا الرجل الذي خدعناه؟ وقبل أن يجاوب غازي كان جحا قد ركب على ظهري وأسرعنا بالهروب من الأخوين وهما يصيحان من ورائنا: أسرع يا شلهوب، هيا! فعدنا إلى السيدة الطيبة وأعاد جحا لها نقودها وأخبرها عن الذي فعلناه بالأخوين المحتالين، وهي بدورها أخبرت أمهما عن تصرفاتهما وخداعهما، ووعدتها أمهما بمعاقبتهما على فعلهما هذا. وعدنا أخيراً أنا وجحا إلى بيتي الجديد، وفي الطريق قال لي: حقاً كنت مبدعاً يا شنهو، لم أتمالك نفسي من الضحك وخدعت غازي تماماً. وكمكافأة على بطولتي سألني جحا: أنت تستحق مكافأة، ماذا تريد؟ فأشرت فوراً إلى المتجر الذي يبيع فطيرة تفاح شهية واشتراها لي وأكلتها كلها وحدي، وكم كانت لذيذة. وكانت هذه قصة بداية صداقتي الجميلة مع جحا، ومن ذاك اليوم وحياتي مليئة بالمغامرات والدروس القيمة وبعض الحماقة والمتاعب والخطر. وكان هناك تلك المرة التي خطر فيها جحا بحياتي، ربما كان يجب علي البقاء مع فيصل.